السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالمركز الإسلامي الثقافي الإسلامي اللي مدينة سطيف، واللي يعد واحد من أجمل المراكز يعني الثقافية في الجزائر، هو الذي تم يعني تدشينه في سنة 2016، واللي يعتبر واحد من أجمل وأكبر مراكز كما قلت. ونخليكم يعني الطراز، تشوفوا هذا الطراز جزائري إسلامي معصرا بطريقة معاصرة، وفيه يعني من ناحية التصميم والهندسة شيء لا بأس به يعني، وجميل ومبدع. نترككم مع هذه الصور الجميلة، والسلام عليكم.